الذي موجود في لدى البعثة الأممية هي قوات حفتر، وهي ما كانت تقول عنه الجيش، ولذلك يجب أن نكون واقعيين. لم يتم انتقاد هذا هذه قوات حفتر بأي انتقاد أو أي بيان. نعم. بينما ماذا تفسر قوات البنيان المرصوص التي دخلت في عملية محاربة داعش أصبحت الآن تنتقد بأنها تقتل الدواعش على أساس أنهم يسلمون أنفسهم.